السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الأحوال ديالكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في أحسن الظروف وأحسن الأحوال، نتوما وليداتكم والآباء ديالكم والإخوان والعائلة كاملة وأي واحد عزيز عليكم، الله يحفظه ويسر لكم الأمر ديالكم. خوتي، هذه جولة في مدينة سالة، طبعا مدينتي الحبيبة. خرجت من الدار، غادي نتغداو سيدي موسى في سناك تما ديال الحوت، وطبعا غنديكم حتى المدينة القديمة وغندوركم تما تشوفوا أجواء ديال دور الشماع. إن شاء الله هذا حي شماعو واللي كان مقبل هو كارفور. وخوتي، ما تنسوناش باللايكات وبالاشتراكات الجادة، واللي باقي ما اشترك يشترك ويكتروا من التعاليق، الله يكتر من الحسنات ديالكم باش الفيديو ديالي انا حتى هو يطلع ويشاهدوا العدد الكثير من الناس، ويمكن لكم تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. وما نساش نبارك لكم الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، العيد المولد النبوي. كل عام وانتم بصحة وسلامة، وعواشركم مبروكة بالمغربية. الناس المسلمين جمعاء، بغيت لكم تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف، وانتم تتشاهدوا لي الفيديو هذا. هذا حي شماعو، وهذا هو شاطئ سيدي موسى الصخري. دابا راه قربنا السناكات ديال الحوت، معروف تمايا عندنا واحد السناك خاص تمشيو ليه، سناك العائله، فيه الحوت الطري، داكشي اللي تتبغيو من الاسماك تعطيوه ليك. خوتي، انا دابا يا غنحط العائله ديالي تما باش يجلسوا، وغنكمل الطريق ديالي للمدينه القديمه، قريبه ما بعيداش، باش ندوركم تما في سلا المدينه القديمه. وانا دابا غادا الباب المعلقه كما تتشوفوا، كل شيء تقادو مزيان، ورجعت المدينه سلا غزاله وزوينه، يعني مثلها مثل المدن الاخرى، كلهم المدن تقادو تبارك الله والصلاة على النبي. ومدينة سلا من اقدم المدن في المغرب، راكون درت لكم واحد الفيديو عليها وعطيتكم التاريخ، ومملوءة بالاسوار والابواب. دابا انا غندخل من باب المعلقة باش غنمشي جهة لابلاج ديال سلا، الشاطئ الرملي، باش ندخل المدينة من الجهة اللورانية لجهة الرباط. وهاد الأسوار كاملة كما تتلاحظوا تتحيط بمدينة سالة، وكانوا فيها وما زالوا المدافع الحديدية باش كانت تحمي راسها مدينة سالة من القراصنة اللي تهاجموها من جهة البحر. وعندنا عدة أبواب مدينة سالة، مثل باب المعلقة، باب الخميس، باب شعفة، باب سبتة، باب المريسة، ابواب عده. المهم اخوتي، كلهم تقادو، رجع زوين اسلا اللي زارها يتلف، يعني ما بقاتش هذيك الصوره ديال مدينه سالا القديمه، رجعت نقيه بزاف مدينه سالا كما معظم المدن المغربيه، لان خدا واحد السياسه باش ينظموها ويقادوها، وخصوصا التراث المغربي الاصيل. وهذا هو ضريح الولي الصالح سيدي بن عاشر، والمقبرة اللي حداه تاهي سميتها مقبرة سيدي بن عاشر. وانفص مع الولي الصالح سيدي بن عاشر كاين الولي الصالح سيدي عبد الله بن حسون، وهذه المرسى ديال مدينة سالة، تبيعوا السمك الطري، ومن هنا تتبان الوداية راهي قدامنا. وهذا هو لابلاج ديال مدينة سالة خاوي. اليوم كاين دور الشماع او موكب الشموع، هذاك الشيء علاش لابلاج خاوي. وكما تتشاهدوا راه كان اختلاف كبير في الشاطئ ايام زمان والشاطئ دابا. الصيف كامل ما جيتش لهذا المكان، هذا راه درنا العطله في مدينه افران، مدينه جبليه، وتوحشت بزاف الشاطئ ديال مدينه سالا. هذه المنطقه تعجبني بزاف، والمنظر ديال مدينه الرباط مع سالا تعطي واحد المنظر غزال وزوين، غير الجلسه في هذاك البحر وانت تتشوفي رائع. مدينه سلا تبدلات بزاف، انا بنت سلا وتولدت فيها وكبرت، يعني كل شيء تغير فيها، اللي ما عمره ما زارها من هذه 20 سنه راه يتلف، تغيرات 100%.
هاد البلاصة كلها كانت مساكين، وكانت لي زوتيل كلهم تريبو تحيدو باش داروا مشاريع اخرى. ما تلاحظوا هادي مارينا مازال يوسعوا فيها، وهنا كاينه واحد الكنيسة قديمة. من هنايا ما بقوش يريبو، غندورو على جهة فين كاينه العمالة القديمة، لأن حولوها لحي السلام مع جميع المؤسسات الإدارية الأخرى مثل المحكمة، داروهم حدا الحبس القديم الزاكي. حي الرمل حي راقي، فيه غير الفيلات، زوين بزاف، وقريب من مارينا وقريب من قنطرة الحسن الثاني اللي تتوصل الرباط عن مدينة سالا. ودابا غندورو للمدينة القديمة، كما تلاحظوا راه فين تيبان باب المريسة هو اللي أنفص مع البحر، حيت شحال من واحد راه غلط سحابو باب المريسة هو اللي جيت حدا باب الخميس، ولكن باب المريسة تاريخيا هو هذا اللي أنفص مع مدينة الرباط، حيت كانت المرسى واصلة تما. شوفوا لي باغيير اللي دايرين هنا، حيت انا من بعد ما غنتغدى في سيدي موسى غنرجع لهنايا باش نصور لكم دور الشمع. مازال الدنيا خاوية، غتشوفوها من بعد 3 سوايع كيفاش غتكون عامرة. مخبزة العالمين معروفة تمايا، عندها الحلويات واعرين. وهذه هي مدينة ديال السلا القديمة، تيوجدوا لها الدور الشمع. هاوما عيساوة كما تتشاهدوا، هذا باب الخميس اخوتي، درت لكم دورة شاملة على مدينة سالا، هتعرفوا عليها اكثر. هذه مدرسة ديال بن عباد اللي كاينة حدا الكوماسارية الكبيرة، وحدا محطة القطار مدينة سالا، حيت سلا فيها جوج ديال المحطات، محطة سالا ومحطة تبريكت. وهادي هي الكوماسارية الكبيرة. ودابا حنا دايرين غادين لسيدي موسى، وطبعا انفاس مع هاد الفيلات ومع هاد العمارات راه كاين غير الصور. وهذا تيقولوا لي حي السواني، وخوتي ما تنسوناش وديروا لنا لايكات، دائما اذكركم لان تلقى تعاليق كثيرة والبصمة قليلة. جزاكم الله خير، تنقول غير سهوا منكم، ولكن شجعوا الاخت ديالكم. من بعد العطلة اول فيديو تنحطو على مدينة سالا هو هذا، وتنتمنى تشجعوني اكثر، وغنبحث وغنعطيكم واحد النبذة تاريخية على مدينة سالا ان شاء الله، وتعرفوا يعني التاريخ ديالها. هنا كاين باب الشعفة، والجهة المقابلة كما قلت لكم راه كاين غير السور والابواب اللي كاينين تما. من بعد باب الشعفة تيجي باب سبتة، فيه واحد ثانوية الايوبي. ودابا غيبان لكم واحد السور غادي واحد الاتجاه، هاد السور هذا راه كان قناة ري، حيت في الفوق ديالو كاين قناة ري كانت تتمشي من المدينة القديمة وتديوها للبساتين والحقول، حيت هاد البلاصة كاملة زمان ما كانت تشي بناية ولا سكن، كل شي كان في وسط السور. المدينة القديمة كان هنايا غير الغابات كما قلت لكم، والبساتين الخضار والفواكه. هاد الحي حي سيدي موسى، رحنا في البداية ديالو خوتي، حتى هو تطور وتقدم بزاف، وداروا فيه هاد الصناكات ديال السمك الحوت من قبل ما كانوش، وداروا واحد الرواج رائع في تلك المنطقة. كل شي دابا تيعرفها وتيجي ياكل فيها الحوت طري. وصلت لقيت عائلتي تتسناني من بعد ما هبطوا لجهة الشاطئ وخداو صور تذكارية حدا البحر، ومعهم الخالة ديالي العزيزة
اللي جات عندنا باش تشوف الوالدة مريضة، هي وليداتها هما مشاو هي بقات، وطبعا مرحب بها في مدينة سهلة وفي دارنا حيت عزيزة وغالية. وأي واحد تيجي يزور الوالدة ديالي تيزيد إعزاز عندي، حيت صلة الرحم ضرورية، والأكثر يمي تيكون الشخص مريض تيبغي الإنسان يسول فيه. وهنا بنت ليا واحد الطائر، تنقولوا ليه طير بقر، تالفة ما عارفة فين تمشي. تسناي تسناي فين غادا؟ اجي اجي تسناي تسناي اجي الحاج اجي اجي فين غادا؟ غادا بين الطنوبيل، الطنوبيل هربات كما شاهدتو، الطير بقر هربات عليا، مشات تتسارى غير بوحدها، ما خلاتنيش نصورها. اخوتي غنكمل لكم الهضره على الناس اللي تيزوروا المريض، خصهم ضروري. بقى في واحد السيد عنده قناة تهضر على ان الام ديالو مريضة، الله يشافيها ليه يا ربي، ويشافي لي الام ديالي، ويشافي جميع الناس اللي مرادين يا ربي امين. تيبغي زيارة الاهل، حتى داك اللي مريض تيبغي يشوف خوه، ولد خوه، ولد ولدو مثلا، تيبغي يوقفوا معاه ويواسيوه في المرض ديالو. هادو هما العائلة. أما العائلة اللي تجي عندك غير في الفرح بلاش منها، لأن مي تيكون الإنسان عندك مريض ضروري خص الواحد يوقف معاك، ولا الموت كذلك. أنا داكشي اللي تيبان لي تنقول الإنسان لما جاش عندي في الموت بلاش ما يجي عندي في الفرح. حتى مي تيكون مثلا خال ولا عم مثلك وما عزاك حتى حد، يعني قريب وعارف انا خصو يقوم بهذاك الواجب وما تاديش، تتخدي من واحد الموقف. ايوا خوتي هانتوما، هذه هي الطابله اللي حجزتها لينا الاخت ديالي، مازال تتعمر، ما شهيتكم، كل واحد راه عنده رزقه. المهم بغينا غير نوريكم بان هاد الاصناكات كاملين ديال الحوت، الصحن الصغير تيدير 40 درهم، فيه الكروفيت والكالامار والصول صغير ماشي كبير، وفيه الميرلا. المهم هادشي اللي كاين في التبصيل. شحال هادي كان التبصيل كبر من هكا، وكان تيدير 30 درهم، ومن بعد كورونا التبصيل صغير ورجع تيدير 40 درهم. وتيحطو معاه الزعلوك وشلاضة بالبصلة ومطيشة ولاصوص طوماط والحار والحامض والفريت على حسب الطالب اللي بغيتي. وطبعا وما كاينش غير هادشي، كاين حتى الطواجن ديال البوزروق ولا الطواجن ديال الحوت، وكذلك المشويات ديال السردين، واي حاجه طلبتيها راه تيقدموها لك. المهم ها نتوما شفتوا الطباسل كيخواو، كنا جيعانين اخوتي، وانتظروا الفيديو القادم غيكون على البحر ديال سيدي موسى وعلى دور الشمع موكب الشموع. ان شاء الله تعجبكم الفيديو هذا، ويدخلوا عندي ناس جداد ويشجعوني اكثر. جزاكم الله كل خير، والى اللقاء، احبكم في الله جميعا اخواني. ونعاود نقول لكم كل عيد مولد نبوي وانتم صحة وسلامة.